شجرة الأفة أو نبات الأفة يوجد في الحوض المتوسط موطنه، وهذه النبات مفيدة جدا لمعالجة مشاكل سن اليأس ومشاكل الحيض بالدرجة الأولى، الطمث وانتظام دورة الطمث، وأيضا لمعالجة آلام في الثدي النساء. نعم، وأيضا لمعالجة أورام الخصية والتهابات بروستات وعجز الجنسي لدى الرجال، مفيد هذه النبات. نعم، مفيدة لمعالجة العقم، تورم المبيض. نعم، مفيد أيضا لآلام الرحم، انقطاع الحيض لا يوصف أو لا يجب عدم تناوله من قبل الحوامل والمرضعات. نعم، وهكذا شرحت لكم فائدة شجرة العفة بشكل مختصر مفيد، وشكرا لكم.